يسعد اوقاتكم مشاهدينا، واهلا وسهلا فيكم ببرنامجكم شاي اخضر. حلقتنا لليوم راح نتناول الحديث عن احد اكثر الامراض الجلديه شيوعا والتي تسبب مشكلات نفسيه لدى المصابين بها، لا سيما فئه المراهقين. انه حب الشباب الذي سنبحث في اسبابه وكيفيه علاجه، ولكن بدايه دعونا نتابع تقرير عن اهميه الجلد وكيفيه المحافظه عليه ضمن هذا التقرير. إنه الجلد الذي يحول دون دخول المواد الضارة والبكتيريا إلى أجزاء الجسم الداخلية، ويقي الأنسجة من أضرار الأشعة الموجودة في الشمس، ويحافظ على درجة حرارة الجسم الداخلية عند مستوياتها الطبيعية، بالإضافة لكونه المسؤول عن حاسة اللمس بما يحويه من مستقبلات عصبية. فالجلد أكثر من كونه المظهر أو الشكل الخارجي المغطي لجسد الإنسان، لذلك لابد من الاهتمام بصحته كأي عضو آخر في الجسم وحمايته من الأمراض التي قد تصيبه، ولا يتم ذلك إلا من خلال اتباع نمط حياة صحي يعتمد على الرياضة والتغذية السليمة، بالإضافة للابتعاد عن العوامل المسببة لأمراضه، والإسراع بالتوجه للطبيب وطلب المشورة والعلاج في حال ظهور أي عرض أو تغيير في بنيته، مع اتباع أساليب الرعاية السليمة التي تضمن المحافظة على شبابه ونضارته. مشاهدينا، يسمى بلغة الطب العد الشائع، ويعرفه العامة بحب الشباب، حالة غالبا ما تظهر مع دخول اليافعين مرحلة الشباب والنضوج. لنتعرف أكثر إلى هذا المرض وأسبابه وطرق علاجه وسبل الوقاية منه، بسرنا أنه نستضيف معنا اليوم بالاستوديو الدكتور دائما عنا هذا الوضع أنور دحدل، دائما عنا شوق لمعرفة المعلومات من حضرتك دكتور، وخاصة بهذا المرض هو العد الشائع واللي للأسف موجود عند شبابنا بهي الأيام وخاصة عند المراهقين. بالبداية خلينا نعرفه بشكل علمي. مرحب فيك ببرنامج الشاي الأخضر وفي الفضائية التربوية. حب الشباب هلأ فترة الصيف، نحن هو بارتفاع الحرارة بزيد إفراز الزهم، فبتفقم أكثر بفصل الصيف، وخاصة بالمناطق الساحلية بيكون فيها نسبة رطوبة عالية. حب الشباب هو عبارة عن طفحة بصرية التهابية بتيجي بالغدد الزهمية بسن المراهقة اللي بين 13 و18 سنة، بتصيب الشباب والصبايا تقريبا بنفس السن، لكن الحالات الشديدة يعني بنشوفها خاصة منطقة الظهر والصدر بنشوفها عند الشباب أكثر، ويبدأ أكثر أبكر عند الإناث، بنشوفه تقريبا ب 12-13 سنة، عند الشباب ممكن نشوفه ب 14-15 سنة ل 18 سنة. في حالات اللي بتستمر من 20 ل 30 سنة أو بعد 30 سنة، هدول حالات قليلة بنسبة 3-5% من حالات حب الشباب، هدول بنسموه العد المتبقي أو اللي بيجي عند أصحاب المهن مثل اللي بيشتغلوا بالمكياج، بيصير عندهم مثل بثور التهابية بالوجه بنسميه عد المزوقات. في اللي بيشتغلوا بالشحوم، اللي بيشتغلوا بأعمال الزيوت بصير عندهم عد بالظهر وبخراجات عدية بنسميه عد الزيوت. فمثل ما حكينا بالحدثية الالتهابية بالتعريف لحب الشباب هو بيرتبط بسن المراهقة. ليش بيرتبط بسن المراهقة؟ لأنه نحن بنلاحظ عند البلوغ لما تتفاعل الأندروجينات والأستروجينات عند الشباب والصبايا بيظهر حب الشباب، قبل ما بيظهر معناته هو مرتبط بحالة هرمونية. تمام. فهي إحدى أهم الآليات المرضية لإله. يعني هو مرتبط دائما بمرحلة البلوغ عند الشباب. بمرحلة البلوغ، لكن ليس هو الحالة الهرمونية هي السبب الرئيسي لإله. تمام. طيب، لأنه حكينا نحن أنه في عوامل تانية ممكن الأغذية تلعب دور بتأثيرها على حب الشباب، أي ممكن طبعا في بعض الأغذية اللي فيها مثلا الشوكولا، تريجليسرايد هو البزر، الشيبس،
بعض البهارات الخاصة مثل الاندومي، متعود على الاندومي او مستعمل على الشيبسات خاصة المواد الحافظة فيها، هي الزيوت كلها تطرح بالبشرة فبتفاقم حالة العد الزقاني فيها. طيب رح نحكي بالتفصيل دكتور عن هاي الاسباب او المسببات اللي ذكرتها حضرتك، لكن خلينا ندخل شوي باسباب الرئيسية لظهور حب الشباب، وخاصة انه هي مو بس فقط بتظهر عند اليافعين، كمان بتظهر عند عامة كبار السن ممكن. تماما. شو هي الأسباب؟ قلنا الحدثية الأولى هي فرط إفراز زهمي. فرط الإفراز الزهني فسرناه بآلية هرمونية اللي بترتبط بفترة البلوغ، هي الأشياعية تصيب تقريبا من 35 إلى 75% من الشباب بسن المراهقة بينصابوا بحب الشباب. ممكن نشوف قصة عائلية بالحالات اللي هي بنسبتها 35%، يعني بكون عند الأب أو الأم في فرط إفراز زهمي وحب شباب، طلع عند الأولاد نفس الحالة المرضية. في شيء اسمه فرط التقرن المسامي، هو السدادات قرنية على سطح البشرة بسبب انسداد الأقنية الزهمية، بتتأكسد هاي الأقنية الزهمية فبتجمع حويصلات صغيرة بتشكل لنا شيء نوع من أنواع حب الشباب اللي هو المعروف بالعد الزقاني. هذا بيكون أبسط أنواع العد، هذا هلا علاجه بنحكي على علاجه أنه بسيط شوي، بتسهل لأنه ممكن خلال شهر شهرين بيزول نهائيا. حكينا أنه في حالة لما بيتفاقم حب الشباب وبيلعب في المريض أو المريضة بالضفرة، بتحك الحبة الحطاطة الموجودة على سطح البشرة، بتدخل فينا نحن جرثومة، نحن معروف لحب الشباب اسمه البربيون العدي أو جرثومة مرتبطة بالعدية أو بحب الشباب. سطح الجلد ما له سطح عقيم، نحن في عليه مكورات عنقودية معروفة بالستافيلوكوكس، إذا تفاقمت معها بتعملنا بسرات التهابية، فصفا نحن ما بنكتفي بعلاج واحد، هون في هلا بدنا نحكي بالخطط العلاجية، إنه أحيانا الكريمات موضعية لحالة غير كافية، أحيانا الصوابين لحالة غير كافية، العلاجات الجهازية غير كافية، نحكي على العلاجات الحديثة كيف يستفاد منها الواحد إذا عنده أولاده مصابين بحب الشباب، كيف يتفاعل معه لحتى يتحسن الحالة. طب دكتور، البشرة الدهنية بتلعب دور لوجود أو تكاثر حب الشباب أم أنه ما إلها علاقة نوعية البشرة؟ لا، البشرة الدهنية هي أكثر استعدادنا للإصابة بحب الشباب. وحكينا نحن أنه الجو الرطب والحار بيفاقم الحالة وبيساوي زيادة بالبسور بفترة، بيقولك طلعت على البحر عاد 10-15 يوم رجع وجهي كليات وصدري عبارة عن طفح زقاني، هو فاقم الحالة فرط إفراز الزهم وبصير عنا انسداد بالمسامات السطحية، فبصير عنا مثل زقانات على سطح البشرة إما على الكتفين أو على الوجه. في حالات كثيرة نتيجة الأدوية، أخذ دواء لهرمونات رياضية، أخذ دواء استيرويدات لحالة تحسسية أليرجية، بيطلع عنده زقان بنسميه دوائي المنشأ، هون الدواء هو اللي سبب الحب الشباب أو العد الشائع اللي عم نحكي عنه. هون العلاج بسيط، بنوقف الدواء بنعطي علاجات موضعية بسيطة وبتزول الحالة، يعني بتزول الحالة، ما بيعد انه هذا حب شباب ليس مرضي بالمطلق شهر. لانه هو اجى بسبب دواء، استعملنا دواء لو فرضنا اخذنا فينيتوئيل لحالة مرضية عصبية، بعد شهر شهرين طلع على الطفحة بوجهه وبكتافه، اخذ هرمونات مشان الرياضة طلعت، في ناس بحبوا ينصحوا بياخذ هرمون بروتين بنلاقي الطفحة يعني هي تمام، يعني هي حب شباب مؤقت فينا نحن نقول عنه، غير الحب الشباب الطبيعي اللي ممكن يرافق مرحلة المراهقة، هو حالة مرضية وليس من موضوع مؤقت ولا دائم ولا اي شيء. حب الشباب اللي بيجي بالمهمة اللي بيجي من سنة المراهقة بيستمر، هذا بيعمل جدرات وكيسات. اذا بدنا نيجي للكلمة، حلو السؤال اللي وجهتيني لجواب ثاني، انه هو شو انواع حب الشباب تمام، مشان نعرف نحن. صحيح، لانه في منه بيجي عن طريق الاكل الغذاء مثلا، في منه مثل ما ذكرت حضرتك عن طريق دواء معين تماماً، او مرحله معينه، او حتى حسب طبيعه البشره. خلينا نصنف انواع حب الشباب ونشوف كيف ممكن العلاج يتم بهي الحاله. حب الشباب البسيط احنا بنسميه فرط الافراز الزهمي مع العد الزقاني، هو الزقانات الصغيره بتيجي على الجبهه على الخدين على الدقن، هي شغلاتها بسيطه ممكن نعالجها بالعلاجات الموضعيه وشويه غسولات او صوابين الاكني، هاي بتزول خلال فترة قصيرة، ما أنا محتاجة لعلاجات جهازية. في علاج الحطاطي الشائع اللي هو بنسميه نحن العد الشائع، اللي هو بيكون معه حطاطات، هذا العد الشائع عاد ما بيختلط كتير، بيترقى أكتر من موضوع أنه زقان، بصير عندنا حطاطات يعني بتكون الحبايات كبار على الوجه وواضحين.
إذا ترافقت مع حدثية التهابية بصير عندنا بصور اللي هو العد الشباب البصري. أهملت وتفاقم الالتهاب فيها وترك كيلويد جدرات على محل الالتهابات اللي عم تشكل مع جرانيوم نسميه العد الالتهابي الجدري. إذا كانت ضمرت وراحت بعد فترة ممكن تعمل ضمورات بالبجة بعد فترة أشهر للسنة سنتين بصير عندنا ضفات ضمورية ندبية بالبجة هون بصير مرحلة متأخرة ومترقية في عد مكبب عد جدري عد بصري عد شائع وعد زؤاني هذول الأنواع تبع حالات العد. تمام. طيب خلينا نحكي شوي عن العوامل الأكثر شيوعا واللي بتخلي هذا الشخص أو حتى البالغ أنه يكون مستعد أكثر من غيره لحتى يصير عنده حب شباب أو عد شائع. مثل ممكن مثلا عامل وراثي يلعب دور بهذا الموضوع؟ العامل الوراثي في نسبة 35% قصة عائلية حكينا الوراثة ممكن تكون موجودة عند أحد الأبوين. موضوع اللي حكيتي انه شو العوامل اللي بتحرضوا لنا الأغذية اهم اشياء الأغذية اللي حكيناها نحن هي البهارات الشوكولا الحلويات معجنات الشيبسات هدول كلهم بفاقموا افراز الزهم وترقي الحالة المرضية لحب الشباب. تماما. الطقس حكينا انه الطقس الحار بيزيد فعالية افراز الزهم وبيزيد فعالية حب الشباب. الطقس الرطب بيزيد اكتر الحدثية الالتهابية لحب الشباب. طب دكتور ليش دائما نحن بنربط ظهور حب الشباب لدى البالغين بمرحلة المراهقة؟ مثلا في أهل بيقولوا لك أنه متى ما ظهر حب الشباب على وجه طفلهم أو حتى هذا البالغ أنه هذا أمر طبيعي ما بيستدعي أنه نحن نراجع طبيب. هل هذا صحيح؟ إمتى نحن ممكن لازم فعلا نتوجه للطبيب حتى نبلش بالعلاج مشان ما يعمل عنا ندبات لاحقة بالوجه؟ كل حالات حب الشباب بدون مبالغة لازم نراجع فيها طبيب. ليه؟ لأنه مو معقولة نحن نسمع من جارنا أو جارتنا والله حطي لها صابونة جارنا طبعا. استعمل شوية سبيرتو على وجهه راحت بنتها راحت على الدكتور كتب لها الوصفة خذ هاي الوصفة استعمليها لبنتك. لا مثل ما حكينا نحن ولا حالة تشبه التانية. في حالات بسيطة ممكن تتعالج بعلاجات موضعية في حالات متوسطة بنشارك العلاجات الموضعية مع غسولات ومع صادات خفيفة. أما الحالات الشديدة هي في إلى استعمالات جهازية من صادات مع مشتقات الريتينال الحديث الأكيوتان والريأكيوتان. فكل حالة إلى استطباب. لما تهمل من الحالة الأولى راح تترقى لحالة متوسطة لحالة شديدة راح تترك ندبات بالوجه وتشوه الوجه. فما في داعي من أول بنعالجه ومستفاد وبنحافظ على بشرة نقية. الإنسان هو وجهه هو إطلالته الحلوة. تماما. دكتور حكينا عن الأسباب راح نحكي شوي عن العلاجات المقدمة. يعني من زمان كان في عنا علاجات مقتصرة على بعض الحبوب مثلا بعض أنواع الحبوب أو حتى الكريمات المستخدمة. اليوم عم نشوف انه اتطور العلاج ممكن نستخدم ليزر او حتى تقشير كربوني او اي نوع من هذول التقنيات الحديثه. صار عندنا فعلا علاج كامل لحب الشباب؟ اكيد حب الشباب. اذا بدنا نحكي على الحالات العلاجيه مشان الاخوه المستمعين والمتفرجين يشوفوا يفهموا شو الموضوع كيف في حالاتهم. بالحالات البسيطة ممكن نطبق علاجات موضعية. شو الفكرة بالعلاجات الموضعية؟ أنا بعطي مقشرات خفيفة. لما بعطي بنزيل بيروكسايد مقشر خفيف بيثبط الحدثية الالتهابية على البشرة. فلما تكون عندنا الحالة بسيطة من حب الشباب الشائع بهالمراحل الأولى اللي حكينا فيها يوميا مساء خلال 6-8 أسابيع نتائج رائعة جدا. هون مستعمل الأكنيوش فيسيال أكنيوش هون غسول في عنا 100 صنف بالصيدليات متوفر كمان. هذا حلو بنعمل فرق 5 دقائق على بشرة رطبة وبنغسل الوجه بيطلع فيه نقاء بالبشرة. تمام. ضروري نحمي وجهنا من الشمس بهيك حالات لما يكون عنا مشان نمنع تأثيرات الشمس على المسام وتوسعها وبتزيد إفراز الزهم فيها. فنحن بالحالات البسيطة مثل ما حكينا بنعتمد على علاجات موضعية. ممكن نحن نشارك البنزيل بيروكسايد مع صاد خفيف إذا كان في عنا حدثية التهابية مثل الأزيتروميسين الإريتروميسين هدول كلياتهم كويسين ممكن نشاركهم. في دواء معروف عالميا دواك عنا فيه 6 أصناف بنفس التركيب البنزيل بيروكسايد مع الأزيتروميسين.
هو تركيبة البينوكسايد أو الكليندكسايد، هدول موجودين متوفرين بالأسواق. هدول تأثيرهم إذا كان عندنا الحطاطات حدثية التهابية موضعية خفيفة ممكن تتعالج موضعيا. إيمت أنا بلجأ للصادات؟ للصادات لما يكون في عندنا بثور وحطاطات على البشرة، هاي المرحلة المتوسطة اللي عم نحكي فيها هلأ. فالصادات إذا بدنا نيجي لتصنيفها بنبلش من التتراسيكلين للأزيتروميسين للإريتروما، بنيجي لأحدث سلفية مشاركة الأزيتروميسين مع علاجات موضعية. طيب. في الحالات الشديدة بدي وصلك لألم، وأنت بدك الحالات الشديدة اللي ما بتترك ندبات. تماما، وقبل ما نفوت بالعلاجات فعلا الليزرية أو هذا المنحة، خلينا نحكي شوي عن الريتان. كتير صار في يعني هيك مثل ما بيقولوا حكي كتير حوالين هذا المنتج، أحيانا ممكن يضر بالجسم، بيعمل مضاعفات تانية وخاصة عند الأنثى قبل الزواج أو حتى بعد الزواج، في كتير شغلات صار فيها لغط بهذا الموضوع. خلينا نحكي عن الإيزوتريتينوئين. بدي أوضح لك كل المستمعين، الإيزوتريتينوئين اللي هو المشتق المعروف باسم سوري الهيومات والريتان عنا بسوريا، مش موجود بأسماء تانية بأوروبا التانية، بس نحن بالنسبة لشان كل معلومة، الإيزوتريتينوئين اللي هو ريتان أو الهيوماتريت هو دواء سليم ما في أي مشكلة عليه، بينعطى بجرعة 0.5 ل1 ملغ يوميا لمدة 6 أشهر. بنبدأ بجرعة خفيفة مشان يتحمل الجسم، وبنعطيه بعد الغداء مشان يمتص مع الدسم لأنه بده رابط ليمتص. إذا ما نعطى بفترة بعد الغداء ما رح نستفاد من الجرعة. بعد 6 أشهر في علاجات داعمة نحن بنعطيه مرتين أسبوعيا لمدة 6 أشهر تانية، هذا الشوط علاجي كامل. طيب الشيء الحديث على شو دكتور؟ لحظة، الشيء الحديث اللي بدي أحكيه أنا مشان نعرف، أنا ما عندي استعداد أخذ 6 أشهر دواء. دكتور أنا ما خلقي ضيق، ما بدي 6 أشهر، بدي دواء مختصر طيب، بدي وجهي نقي شهر شهرين يطلع حلو. طيب ما في شيء اسمه ليزر يعمل السحر يعمل هيك ويبيض الوجه، لا. شو عملوا نحن؟ الدراسات الحديثة هو منشارك الإيزوتريتينوئين بعلاج نابض. أنا بدل ما أعطيه 6 أشهر بعطيه 2 شهر علبة واحدة فقط، بس ما بعطي every day، بعطي day after day، يعني بعطي يوم أي يوم لا. هون عملت العلاج النابض. العلاج النابض الفكرة فيه أنه أنا ريحت وظائف الكبد، ما عملت خربطة بجسم وما احتجت لتحاليل دموية لأنه ما صار عندي اضطراب بالSGBT أو وظائف الكبد أو الكوليسترول أو الشحوم، ظلت التحاليل طبيعية معي هون. تمام. شو المشاركة مع الأزيتروميسين؟ إذا وجدوا مشاركة الأزيتروميسين مع الإيزوتريتينوئين عم يقلل من حجم الدواء اللي بنحتاجين وبحتاجه الجسم الإيزوتريتينوئين. طيب. إمتى بينطرح من الجسم الإيزوتريتينوئين؟ للأسف مغلوطة عامة شعب أنه بده 6 أشهر بده سنة، لا يطرح خلال 30 يوم فقط. بعد 30 يوم الأنثى ممكن تتزوج وما يصير أي مشكلة عليها. الكلام علمي موجود في الكتب ومؤرم ومصدق في الكتب في كتاب كلية الصيدلة. فإذا نحن نتأكد أنه ما يكون المرأة إذا كانت متزوجة ما تكون حامل، بتبلش بالدواء تأخذ فترة العلاج مانع حمل خلال الفترة اللي عم تأخذ فيها دواء إذا كانت متزوجة، وشهر على الأقل بعد ترك الدواء مانع حمل مشان ما يصير حامل. أما إذا كانت عزبة فينا تأخذ دواء وبعد شهر إذا صار بدها تتزوج ما عندها أي مانع، ترجع طبيعية وما بيأثر على الإنجاب نهائيا. هي كمان معلومة هامة أنه يقال أنه بأثر، لا يؤثر على الإنجاب، بأثر على الجنين فقط. طيب في بعض الحالات إذا كان في عنا التهاب بالحبة الموجودة على الوجه أو حتى بأي مكان بالجسم، بيترافق وجود حب التهاب مع الحب اللي عم تحكي عنه حضرتك؟ هذا اللي حكينا انه حلوه انه عم يشارك أزيتروميسين، هو الصاد نوعي للحبال الحدثيه الالتهابيه اللي مشتركه بين المكونات العنقوديه اللي هو ستافيلوكوكس والبروبيون العبدي واللاهوائيات. هلا هون بدي احكي بشغله هامه، مثل حكينا انا كل الحبات اللي على الوجه هن حب شباب، صحيح، يعني ليست كل الحب اللي على الوجه. ممكن في عندنا شيء اسمه الدويديه الجريبيه. شو هي الدويديه الجريبيه؟ هي اللاهوائيات بسبب مثل الامبليه المعويه بتعشق على الدهن عفره الافراز الزهمي، بنشوفها ب 30-35 سنة. في العبد الوردي اللي هو شبيه لحب الشباب، تيجي بحدثيه التهابيه بتبدلات وعائيه على الوجه،
هذا علاجه مختلف كليا عن حب الشباب. تمام. الدودية الجرابية بنعالجها نحن بمضادات اللهوائيات مثل الفوسجين والأوسجين والمترونندازول، هذول كتير بفيدوا فيها، بينما إذا أعطيناها ريتينويد ولا تريتينوين فترات طويلة ما رح نستفاد. وإذا أعطيناها مثل ما حكينا الأكيوتاني واللي المعروف عنا بسوريا بالريتان واللي هيوماتريت شوطات طويلة كمان ما رح نستفاد، لأنه نحن الحدثية الالتهابية مثل ما حكينا هون باللاهوايات بدها دواء نوعي لها، وهذا اللي بقرره طبعا الدكتور. تمام. طب دكتور بناء على شو ممكن نحن مثلا نوصف هيك النوع من الأدوية؟ في تحاليل معينة ممكن نحن نجريها قبل هذا الوضع؟ هلا اذا بدنا نعطي النظام العلاجي للايزوتريتينوين بدون مشاركات، ايه بدنا تحاليل وظائف كبد لحتى نتاكد انه نحن بالسليم وما عندنا اي اختلاط. مثل ما حكينا نحن اذا كان الطبيب بده ياخذ علاج مشاركه ما في داعي للتحليل، لانه راح يعرف هو انه ما راح يعمل اي خلل بوظيفه الكبد، فبيعمل علاج نابض بيستفاد عليه كثير كثير. راح اتكلم بمؤتمراتي العلميه بمحاضراتي انه توجهوا لشيء حديث بالعلاج النابض. نعم. بدل ما اعطينا 60 ملي جرام يوميا وصل لاختلاطاته. اذا بدنا نحكي على اختلاطات الهيوماتريت او الريتان انه ممكن توصل لمرحله انتحار، بيساوي همود وكآبة وبصير لا مبالي الشاب عم ياخذ 40 ملي جرام 60 ملي جرام 30 ملي جرام افري داي لست اشهر، مشكله هيدي معه، صار عنده جفاف، صار عنده جفاف بعيونه والام بمفاصله واضطراب وظائف كبد. فهدول كلياتهم بتجنبهم انا اذا ما اعطيت علاج يومي، اعطيت علاج نابض بالمشاركه مع الصادات. الصادات هي اللي بتفيد بالحدثية الالتهابية اللي عم تحكي عنها. طيب دكتور، عملنا هاي العلاجات كلياتها لكن للأسف صار عندنا ندبة معينة بالوجه، كيف أنا ممكن حلها؟ حلو، هون العلاج الندبات هون بتدخل الليزر فيها. ممكن أنا أعمل صنفرة ميكانيكية بالبيلينج للندبات، ممكن أحقنها ستيرويد تريامسينولون نقطي بالندبات. عندي حالات كتير حلوة خلال 3 أشهر بتزول نهائياً، بترجع بشرة طبيعية 100%. فنعتمد بالعلاج على البيلينج، هو نقاء البشرة عن طريق توصف بالأحماض الكيماوية باللاكتيك أسيد كولوديون سالسيليك أسيد، ترجع للدكتور والعارف شو بده يطبق بالنسبة للبيلينج. طبعاً المراكز الطبية ما عندهم أي فكرة عن المواضيع، عبارة عن أساليب للأسف تجارية تسويقية. أما الطبيب بيعرف شو عم يشتغل على البشرة بندبات المتصبغة بندبات حب الشباب، بيعرف كيف يتعامل معها ويزيلها الندبات كلياتها، إما بالليزر كاشط أو بالإندياج ليزر أو بالكيسويتش ليزر أو بالبيلينج بتطبيق الأحماض الفواكه. وممكن نعمل نحن السنفرة للندبات الكبيرة، ممكن نحقن بجدرات تريامسينولون والنتيجة تكون 100% صحيحة. طيب دكتور، ممكن مثلا نحن نتقيد بوقت معين، خاصة هلأ نحن بالصيف وأشعة الشمس كتير مؤذية، يعني نحن فينا نعمل هاي السنفرة أو حتى الآليات اللي عم تحكي عنها حضرتك بدون ما تتأثر بشرة الوجه؟ العلاج الفصلي نحن بالشتاء بنكسب دوز أكتر، بنرفع دوز الأحماض أكتر، فبيستفاد المريض أكتر وبيختصر الزمن أكتر. بالشوب ننصح بواقيات شمسية كل ساعتين 3 ساعات مرة بفترة النهار مشان ما تتأذى البشرة وتسمر أكتر. فنحن ممكن نطبقه بالشوب، ولكن بنخفف نسبة تركيز الأحماض، بنخفف بدل ما نعمل عجلستين ثلاثة بفاصل كل أسبوعين مرة بنعملهم 4-5 جلسات وبنطلع نتيجة كتير حلوة، وإنما بيكون هون الشوط العلاجي بطيء مع ارتفاع الحرارة. أما بغير فصل ممكن نرفع دوز الأحماض والطريقة العلاجية لحتى نستفاد أكتر. طيب دكتور، في سؤال دائما يمكن بتحكي فيه الناس إنه حب الشباب مو دائما موجود بس عند البالغين. نحن مثل ما ذكرنا في ناس بعد 35 بعمر متقدم يعني بيصير عندها حب شباب، ممكن مو بس بالوجه، بأي منطقة أخرى بالجسم. هذا بيعود لسبب شو؟ ونفس العلاجات المقدمة للوجه هي نفسها مستخدمة؟ هلا حب الشباب اللي بنشوفه نحن على الوجه، على السبعة الرقابية، بالصدر، على الكتفين، على الظهر، هذا الأشع. الأشع 70% بنشوفه على الوجه، وبالنسبة الثانية بنشوفه على الظهر والصدر. حكينا عند بعض المهن اللي بلبسوا ألبسة كتيمة، مثل قلنا اللي بيشتغلوا بالزيوت والشحوم بيكون عندهم عد الدهون الزيتي
كثير هذا بيكون ظهر فيه آثار التهابية وجدرات وندبات وعد مكبب، هذا علاجه بيستغرق أحيانا لست شهور. هون ما بيكفي العلاج الدوائي، بدنا نتدخل بعلاج قاشط، بعلاج أحماض، ونعمل له جلسات لحتى نوصف الخلايا المتراكبة والألياف والجدرات والكيلويد العضار لحتى نوصل لحل جذري معه تماما. في عند النساء بنسميه عد المزوقات، في نوع من النساء انه بدها تغطي بعض المسامات اللي بالوجه فبتكتر الفوند والمكياج تبعها. هون شو عم يصير؟ نفس المكياج عم يعمل سدادات وعم يعمل تفاقم بالحاله، فبسموه عد المزوقات. هون بدي اتجنب المزوقات، بيعتمد على غسولات الوجه مرتين او ثلاثه بالنهار، بيعتمد على المقشرات. المقشرات عندي كثير، الساليسليك اسيد، الفا هيدروكسيك اسيد، موجوده بالاسواق بمركبات معينه مستعمله مساء. هون اذا كان المراه خارج عند طاق الحمل ممكن شارك بالايزوتريتينوئين انه نطبق لها علاج شوط لوعي شهرين مستفاد اكثر، وممكن نطبق تقشير ليزر او تقشير بالبيلينج. تمام. طيب دكتور، في ناس ممكن تستجيب لليزر او حتى الاليات اللي عم نحكي عنها اكثر من ناس، شو السبب؟ يعني في ناس بتحتاج لعده جلسات اكثر من ناس ثانيه. هلا نحن حكينا حدثية التهابية، الليزر ما راح يفيد بالعد الشباب الالتهابي. تمام. ولما بنقول نحن عنا عد زؤاني، الزؤاني ممكن يكون مفتوح، عم يعمل زؤانات مفتوحة أو مغلق تحت البشرة. تحت البشرة المغلق بدي أنا بطريقة ميكانيكية أنزع الزوانات، بنازع الزوان لحتى يطلع معي الزوانة. هون الليزر ما راح يفيد معنا. إمتى الليزر بفيد؟ الليزر لما البشرة متعبة فيها شوية تصبغ، بنعمل لها كشط على الليزر بتستفاد. فنحن مو كل الحالات ممكن نطبق فيها ليزر. نحن خلصنا علاج حب الشباب، ترك آثار لونية محل الحبات اللي كانت ملتهبة، هون ممكن نطبق الليزر فيها. فالليزر بيجي مرحلة لاحقة. في ممكن علاجات خاصة للآثار ما بعد حب الشباب بنسميه نحن حمض الأزاليك. هذا متوفر بالأسواق وحلو كتير ونتائجه حلو كتير، كمان ممكن نطبقه شهر لشهرين وبيعطي نتيجة 100% حلوة. خلينا شوي هيك نعطي شوية نصائح للناس مشان يهتموا ببشرتهم أو حتى اللي بيكون عندهم حب شباب فعلا، كيف يمكن يستفادوا من هاي النصائح؟ الأهم شيء الغسول الصباحي، إذا كانت بشرة دهنية صابونة قلوية، صابونة لحب الشباب، في كتير أصناف بالسوق متوفرة، في غسولات كتير ظريفة بالأسواق الحمد لله وسعرها مقبول. الغسول بنرش مي على وجه، بنحط الغسول بنفركه مدة 5 دقائق ونغسل الوجه، بتعطي نظارة حلوة للبشرة. ننصح نحن بالأعمار 20-25 سنة 30 سنة، إذا كان عندهم استعداد لفرط إفراز زهمي أو بشرة جافة نستعمل واقيات شمسية. البشرة الجافة بنستعمل موسترايزينج اللي هو مرطب بشرة وواقي شمسي، بعامل حماية بنخليه عالي شوي نسبيا من 50 إلى 75. لما تكون البشرة الدهنية بنعمل تثبيت بالغسول الخاص بالحامضي وبنعمل واقي شمسي. إذا كنا بدنا نقضي نهار على البحر أو بمزرعة أو شيء، بفضل أنه نستعمل واقيات شمسية كل ساعتين أو كل 3 ساعات حد أدنى مشان ما نتأثر تحت الشمس. وإذا كانت البشرة مختلطة دكتور؟ المختلطة بنعمل واقي شمسي عادي للبشرة العادية، ممكن نطبقه على وشها. بنيجي أنه دائما العد الالتهابي إذا كان عندنا حالة عدية بننصح الأطفال، بننصح الأهل أنه يتجنبوا الأكل المحرض لتفاقم الحالة الالتهابية اللي هي الشوكولا والبزر والشيبسات. تمام. أكيد بدي أشكرك على هاي المعلومات الغنية اللي حكينا فيها، وإن شاء الله رح نحكي بحلقات قادمة دائما بمشاكل الشباب والبشرة. بدي أشكرك جزيل الشكر الدكتور أنور دحدال، أخصائي جلدية، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا لكم وشكرا للبرنامج الحلو. شكرا. مشاهدينا، هناك الكثير من العادات والسلوكيات اليومية التي تحسن من رونق وشكل بشرتنا، منها ممارسة التمارين الرياضية التي تحارب التجاعيد وتشد الجلد وتضيف إشراقة للوجه، كونها تزيد ضخ الدم وتنشط الدورة الدموية وتحارب الدهون المتراكمة، كما أن التعرق يساعد في تنظيف المسام، لذلك لابد من الحرص على ممارستها بشكل دائم. لذلك تعالوا نتعرف إلى بعض التمارين الرياضية مع المدرب سمير حجازي. هلا اليوم اخذ وزن وسط بالنسبه لي، فانا بلعب بالوزن اللي انا بكون فيه مرتاح. كمان 3 4 5
شمال، 9 10 11 12 13 14 last one 15. شولدر، حركت عضلة الكتف الجانبية، هلا رح حرك عضلة الكتف الأمامية كمان. بدي اخذ 3 12 بطريقة الجفرفة الأمامية، فيني العب كل ايد لحال وفيني العب الايدتين مع بعض. انا اليوم رح العب الايدتين مع بعض لاني اخذ وزن خفيف ما له ثقيل. 1 2 3 كمان. لاحظوا كيف ما في انحناء وزن دائما بالكتاف. تمرين الشولدر باخذ وزن يكون انسب لإلي اكثر ما يكون ثقيل. السبب انه ما بدي يصير في عندي اي اصابه. One more step. Okay. Shoulder back. كمان بريح كتافي دائما، باخذ استراحه. مثل ما ملاحظين قبضه ايدي وانا عم بطلع ما عم تكون بهي الطريقه او هي الطريقه. هون ثابته، رسغ مع الايد ثابت بهون. ست الثاني يلا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 last one. اوكي لاحظتوا اخر عده ثبتت فيها شوي. هون انا ممكن زيد عندي الصعوبه، في عندي عده طرق للتمرين تمام. فيني زيد فيها الصعوبه اني ثبت بكل عده، وانا بفضل بكل عده نثبت فيها بجزء من الثانيه تمام، كرمال يصير في عندي ضغط اكثر على العضله. مشاهدينا، تختلف انواع البشره لدى الانسان ولكل نوع طريقته الخاصه بالعنايه اليوميه به وانواع المستحضرات التي يستخدمها عليها، لا سيما ان كانت تلك البشره تعاني من بعض الامراض كحب الشباب. فما هي اهم النصائح في هذا المجال؟ هذا ما سنتعرف اليه من الصيدلانيه دانيا محبوب الحاره. اهلا وسهلا فيك، يسعد اوقاتك. اوقاتك يا رب. خلينا بالبدايه نعطي انواع للبشرات. مثل ما بنعرف انه هناك انواع متعدده للبشره، خلينا نحكي هي بالتفصيل مشان نعرف نحكي اكثر بالمشاكل المتواجده لدينا. هلا احنا عندنا 5 انواع للبشرات. اول شيء عندنا البشره العاديه، بعدين المختلطة والدهنية والجافة، وآخر شيء عن الحساسة. هلأ كل بشرة بتتميز بطريقة معينة فينا نعرفها. البشرة العادية هي أقل بشرة، يعني فينا نقول هي خالية من العيوب، ما في أمراض، ملمسها ناعم، مظهرها حلو، نضارتها عالية، إفرازاتها الدهنية منتظمة. هلأ عنا البشرة الدهنية بنعرفها من خلال مساماتها الواسعة، مظهرها اللامع. فينا كمان نعرفها من منطقة تي اللي بيعاني منها المريض بالإفرازات الدهنية الزايدة. هلأ نحنا منقول إنه البشرة الدهنية هي أكثر أنواع البشرة بحاجة لعناية خاصة، لأنه هي أكثر الأنواع عرضة لحب الشباب. تمام. هلأ كمان عنا البشرة الجافة، هي بشرة دائما فيها قشور، مظهرة غير متجانس، فينا نقول كمان ملمسة قاسي، بتتأثر كتير بالتغيرات الجوية. يعني وإذا تعرض كمان المريض لحرارة زايدة أو ماء زائد كمان بيعاني كتير من حالات تحسسية وحك جلدي. آخر شيء فينا نحكي عن البشرة الحساسة، اللي هي أكتر منقول إنه هي حالة مرضية أكتر ما تكون حالة أو نوع للبشرة. هلأ هي الشخص معروف بيعرف حاله لحاله، طلع على الشمس زيادة، صار عنده حساسيات، صار بيعاني من حرقان، تناول نوع طعام معين بصير في بقع بالجلد. فبهالطريقة احنا بنقول عن البشرة حساسة. تمام، يعني لكل بشرة مسببات أو حتى مشكلة، حتى نعرف نحن أنه شو نوع بشرتنا وشو نوع الكريمات أو العلاجات اللي نحن رح نستخدمها. تمام. خلينا أول شيء نروح لفاصل، بعدين نرجع نكمل بحوارنا. خلونا نأخذ فاصل. موسيقى.
رجعنا كنا عم نتحدث عن أنواع البشرات والعلاجات المقدمة لكل نوع من البشرات. خلينا نحكي اليوم، موضوعنا كان كتير مهم، هو حب الشباب، كيف ممكن نحن نقدم علاجات بعيدا عن العلاجات الكيميائية، يمكن في علاجات طبيعية، في أنواع من الأغذية الطبيعية ممكن نحن نستخدمها، أو حتى روتين العناية اليومية. خلينا نحكي شوي بالتفصيل أكثر. هلا كمريض حب شباب نحن بنقول انه اغلب الحالات عم تكون لبشره دهنيه. هلا اذا كانت البشره دهنيه هون في روتين معين يتم اتباعه، عباره عن اول شيء عن الغسول، لازم يتم غسول البشره بالغسول مره صباحا مره مساء، بالاضافه عنا تعقيم الحب. نحن بننصح المريض انه يعقم الحب منعا من حالات الالتهابيه، عشان ما يصير عنا حالات التهابيه، بمعقم خاص. فبيتم تعقيمها مرة أو مرتين باليوم، بالإضافة عنا للمرطبات. إحنا ما بنقول إنه مريض حب الشباب عنده إفرازات دهنية زائدة، بالتالي إنه هو ما له بحاجة إلى ترطيب، لا، إحنا بحاجة إلى ترطيب، ولكن نلجأ للمواد الخالية من الزيوت عشان ما تسبب أو تشكل طبقة على الجلد. لذلك بنقول مثل جل الأولوفيرا، هو بيساعد على ترطيب البشرة بشكل عميق لأنه قوامه مائي. هلأ بالنهاية فينا نقول أنه الابتعاد عن مستحضرات التجميل عند المريض كمان بيساعد على تخفيف حالات حب الشباب، لأنه نحن عم نعطي المسامات حقه، ما عم يصير في إغلاق للمسامات. فلذلك بهالطريقة بيكون أخذ روتين معين، هو نرجع من عيدهم والغسول والتعقيم والترطيب. هلا كمان بالنهايه انه نتجنب حالات البثور علامات حبات الشباب، فنحن بنستخدم المقشر ممكن مره اسبوع وممكن مره بالشهر، حسب المقشر وتركيبته وحسب البشره كمان. تمام. هلا في بنات كثير بنلاحظ انه عندهم حبوب مثلا، تمام، بيحاولوا يخفوها بنوع من الفون او حتى بيكتروا شوي ميك اب، هذا الشيء قديش بياثر على صحه البشره وقديه بيطول من مده العلاج؟ هلا اكيد بيأثر كثير. احنا مثل ما قلنا انه البشره الدهنيه لها افرازات دهنيه كثير عاليه. هلا افرازات الدهنيه اللي احنا لازم نعطيها حق انه تطلع لخارج الجلد، ما نخليها تتراكم تحت الجلد، فنحن عم نحط فوند، احنا سكرنا المسامات، بالتالي صار عندنا تراكم داخلي، بالتالي تفاقمت الحاله اذا عندنا حاله حب شباب. فهذا الشيء بيطول من العلاج، بيزيد الحاله سوء، بتحتاج لفتره اطول. مشان هيك احنا بننصح اذا البنت اضطرت انه تحط فوند، انه مثلا يصير في تنظيف عميق للبشره قبل النوم، تمسح مستحضرات التجميل، تستخدم غسولها بشكل جيد، تتركه فتره على البشره. ممكن انه يكون كمان انه استخدام غسول رغوي ذات قوام رغوي بحالات انه كانت هي حاطه مستحضرات تجميل، يكون رغوي عشان يكون التنظيف اعمق. بهالحالة بإذن الله إنه ما بيكون في آثار سلبية أكثر من هيك. طيب مثلا في كتير ناس ما بيحبوا يروحوا للمواد الكيماوية مثل ما فينا نقول، أو حتى مستحضرات التجميل، يعني بيتبعوا دائما المجال الطبيعي، طبعا. يعني بيعتمدوا على التغذية مثلا فواكه خضار أو حتى بمراحل عناية بالبشرة. شو ممكن أنا أقدم لهم هيك شوية معلومات حول تنظيف البشرة؟ هلا صحة جيد، بشرة جيدة معناتها غذاء جيد وصحي. هلا الغذاء له دور كتير كبير بالبشرة. هلا إذا منلاحظ لحنا أي شخص بتقول له إنه بشرتك كتير رائعة فيها نضارة معينة، بيقول لك أهم شيء الترطيب الداخلي والخارجي. تمام. الترطيب الداخلي عنا هو المي، لازم يعني بشكل طبيعي، مو بس المريض، لازم للحفاظ على البشرة احنا نتناول المي من 7 لـ 8 أكواب يوميا. بالاضافة انه كطبيعة غذاء، انه احنا اذا عملنا ريجيم ما يكون غذائنا يعني فقير بالخضار والفواكه، ما يكون معتمد على صنف واحد او نوع واحد. لذلك احنا بنتبع روتين متوازن، نظام متوازن، بالاضافة انه يكون غني بزيت السمك مثلا، بالحمود الامينية، بالاضافة للخضار والفواكه، بالاضافة انه يكون عنا زيت السمك
يعني في يمكن انواع معينه تماما موجوده يمكن باللحوم بالخضروات بالاضافه لمضادات الاكسده. كثير مهمه انه تكون موجوده بغذائنا، بما انه نعرف انه مضادات الاكسده كمان غنيه بفيتامينات ثانيه مثل الاوميجا 3 اللي بيساعد على نضاره البشره. طب انا في حال يمكن بلجا للمراكز او لحتى طبيب الجلديه حتى اعمل تنظيف عميق لبشرتي، باي حالات هي ممكن انا اتوجه للطبيب او حتى للمركز؟ بحالات كان عندنا نتبات ظاهره مثلا، اذا كانت البشره متعبه، اذا كان عندنا بثور صعب ازالتها بالطريقه العاديه تمام، فبهالطريقه بيكون ممكن انه نلجا فيها للمراكز. هلا بتكون اعتماد الطرق التنظيف العميق عن طريق الاحماض مثل احماض الفواكه. طيب يمكن شوي تحدثنا احنا والدكتور عن مراحل السنفره للبشره او حتى التقشير الكربوني، وقلنا انه يمكن عندنا اوقات الشتاء افضل من اوقات الصيف طبعاً. تمام. طيب في حال انا مضطره اني اعمل بالصيف، شو ممكن انا اخذ اجراء حتى اعمل تنظيف بشره؟ هلا اهم شيء انه الواقي الشمسي انه يتم وضعه، عدم التعرض لاشعه الشمس فتره معينه، ما في اجراءات ثانيه، بس نحن بنفضل انه تكون للشتاء مشان نحافظ على النتيجه اطول فتره ممكنه. تمام. بدنا نحكي شوي اكثر عن العلاجات المقدمه لحب الشباب، يعني بالاضافه للمواد الكيماويه والكريمات اللي بيوصفها الطبيب، في عندنا نظام غذائي معين لازم يتبعه الطبيب حتى المريض حتى يمكن يساهم بالعلاج لمده قصيره؟ تمام. هلا فينا نقول انه نحن من بعد عن المواد الزيتيه اللي فيها نسبه دهون تمام، الاطعمه اللي فيها بهارات، الاطعمه اللي فيها مواد حاره مثل التوابل الحاده، نحن هون من بعد هذا عن هدول الاغذيه. بالاضافه قلت لك انه الشوكولا بتلعب دور اكيد، بس هلا نحن بنقول الشوكولا هي فتره تحسسيه بتؤدي الى نتيجه تحسسيه، بس كمان الى دور بزياده حب الشباب. هلا بالنهايه كمان فينا نقول انه اتباع النظام الغذائي المتوازن مثل ما اكدنا انه نحن طبيعه غذائنا المتوازن بيلعب دور، يعني نحن تجنبنا هالمواد بس نحن لهلا طبيعه بروتينات والحموض الدسمه مثلا غير متوازنه بطبيعه اكلنا، كمان ما حنستفاد، تكون النتيجه ايجابيه. لازم يكون في غذاء متوازن بنسبه خضار معينه وفواكه معينه بالاضافه لبروتينات وحموض دسمه. طيب انا بالناحيه مثلا العلميه او حتى بالناحيه الصيدلانيه فيني اقول كيف ممكن انا استخدم الكريمات، ميز بين الكريمات اللي لازم انا اخذها حتى جنب بشرتي هاي المشاكل؟ يعني في كريمات طبيه مثلا هي معترف عليها؟ تمام اكيد 100%. هلا كل مشكله لها نوع معين ولها مواد معينه. هلا بما انه اليوم موضوعنا حب الشباب، فمثلا نحن عندنا مثل الكريمات الموضوعيه بتعتمد على المقشرات مثل طليعه فيتامين A، هذا النوع ممكن يساعدنا على تخفيف البثور والندبات تبع حب الشباب. فينا نقول انه الترطيب عند مرضى حب الشباب مثل ما حكينا انه يكون ذات قوام مائي ما بيترك اثر على البشره مشان ما يسبب لنا اغلاق مسام، فلذلك مثل جل الأوليفيرا هي نبتة فينا نحن نزرعها بالبيت، أو ممكن كريم موجود بالصيدلية لعدة شركات. هلأ حكينا كترطيب ومواد مقشرة، تعقيم مثل ما حكى الدكتور قبل شوي عنا الأزيتروميسين هو مادة ممكن، أو الهيكزاميدين فينا نعقم فيه حب الشباب مشان نتفادى حالات البثور والندبات ونمنع من حالات التهاب حب الشباب. هدول ثلاث خطوات علاجية أساسية لحب الشباب. طب إذا كان في استعمال ضمن البيت مثلا الشغلات الشخصية مثل البشكير مثل الصابوني أو أي، ممكن يصير في عنا عدوى؟ ممكن، بس بنسبة كثير قليلة. مثل الصابون هو مادة قلوية، فيعني بتحارب شوي كمية الجراثيم ممكن تنتقل للشخص الثاني. هلا البشكير انا بنصح انه كل شخص له بشكيره الخاص، لانه اخر شيء هي مفرزات دهنيه ممكن تماماً تسبب حالات التهابيه للبشره. تمام. خلينا شوي هيك ناخذ شويه نصائح للعنايه بالبشره بشكل طبيعي. هلا اذا كانت بشرتنا بشكل طبيعي وبدنا نحافظ على نضارتها لفترات طويله، هلا اول شيء اكثر من شرب الماء،
احنا حكينا انه تناول 8 اكواب لسبع اكواب يوميا له دور بنضاره البشره، بالاضافه انه احنا لازم اتباع نظام غذاء متوازن. الرياضه لها دور كثير كبير بصحه البشره، لانه هي بتنشط الترويه الدمويه وبتخلي الدم يوصل لكل طبقات الجلد وبيوصل الغذاء المناسب للجلد من فيتامين ومعادن. هلا بالاضافه عنا انه الاقلاع عن التدخين له دور كثير كبير بتسبيب الشيخوخه عند البشره. بالنهايه فينا نقول اتباع نظام او روتين عنايه بالبشره صحي تحت استشاره طبيب او صيدلاني. هلا هيك اذا كانت حاله البشره تبعنا صحيه ما فيها اي عيوب او مشاكل. تمام، اكيد بدي اتشكرك على هاي المعلومات. شكرا جزيلا الصيدلانيه دانيا محبوب الحاره، شكرا جزيلا لوجودك معنا. شكرا مشاهدينا، ايضا الشكر موصول لكم على حسن المتابعه. نلقاكم في حلقه جديده من برنامج شاي اخضر، الى اللقاء.